كنت وحشاني قوي. انت اكتر. كنت وحشاني قوي. كنت وحشاني. ايه رايك؟ ديو المنتظر، كلكم مستنيين الفيديو ده. يا منى مامتك هترجع امتى؟ يا منى هتروحي تجيبيها امتى؟ يا منى يا منى ال 15 يوم عدوا. يا منى يا منى يا منى النهارده اليوم ال 15 اللي هو الماما لازم تكون في المطار النهارده الساعه دلوقتي 10 الصبح، راح اجيبها من المطار. بجد فرحانه قوي 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 لانها وحشتني قوي قوي. عايزه اقول لكم اللي هي شافت كل الكومنتات ودعيت لكم كلكم، فيا رب الدعاوي كلها تستجاب. تعالوا بقى اخدكم وانا رايحه اجيب ماما. بجد بجد مبسوطه قوي لانها بجد بجد وحشتني. تعالوا يلا معايا. طبعا اتقل زي ما انتم شايفين عشان الجو هناك تلج دلوقتي كمان تلج، فيلا بينا. قلت هو يا جماعه في الشارع رايحين نركب بقى عشان نروح لها في الطريق. يا رب نلحقها بقى عشان احنا متاخرين كالعاده. تعالي يا اخويا. فبس كده تعالوا معايا بقى. ركبنا العربيه اهو يا جماعه ورايحين في الطريق وقابلنا الواد خطيبي ده. الواد قابلناه كده قابلناه في الطريق قلنا ناخده معانا. تقول ايه لحبايبك؟ اقول والله ربنا يرجعك لنا بالسلامه، واحنا كده في التلفزيون المصري ربنا يرجعك لنا بالسلامه يا رب ونكون رحله سعيده. بس شكرا. تعالوا بقى لما نوصل بقى نوصل ان شاء الله بالسلامه. احنا وصلنا اهو يا جماعه، اهو عمالين نلف على ركنه وصاله. بجد بجد وحشتني قوي قوي. تلف على صاله؟ ايوه يا محمد، هي صاله واحد ولا صاله ثلاثه؟ انا اول رقم مصري يا جدعان رن عليها برضه. حماتي حماتي محمد بيتريق عليا، انا كرهته. كرهتك كرهتك. ابعد عني ابعد عني. ده كده ابعد يا جماعه حشتني قوي. كل واحد كده. ايه ده انت انت تزيط؟ ابعد. وحشتني قوي 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 بجد بجد. ياه متأخرين عليها المفروض ما يعني. ما بحنلهاش. طب تمام، هي هتشوف الفيديو ده. ها هتشوف الفيديو ده. نروح نقف كده زي الناس اللي هناك دي ونبدأ نشاور بقى. يا ماما انت فين؟ فين يا جهاء؟ نبدأ نقفين زي الناس اللي هناك دي كده. بجد بجد وحشتني. يا نهار ابيض، طب انط ولا اعمل ايه دلوقتي؟ لا انا مش شايفة حاجة. طب اتصل بيها شوفها تطلع. منتظرينها هنا كل ده قاعدين مستنيين في الشمس. تطلع امتى بقى؟ ايه طيب هي جايه؟ احنا بالله جايه. ماما جت. ماما ماما ابو زيد. اول واحد عرفت انها جايه. جايه والله جايه. جاهزين؟ ثلاثة. هتقول لك ابو زيد. اثنين. والله جايه. ده ايوه قدامك اهي. ثلاثة اثنين. ايوه هتظهر اهي هتظهر اهي. واحد. ابو زيد. وحضرتك هنشوف اللحظة. عيني منه بتجري. شوف اللحظة دي انا مستنيها من سنين. ايوه خلي بالك. ايوه ايوه. هو علي دخل منين؟ ايوه الاحضان دي. يا ترى جابت لي ميه زمزم؟ انت قاعد ما فيهاش فرامل؟ يلا اللي بعده. خلاص كفايه. انا حتى الاحضان يا علي عشان ما احسش بالوحده. يلا حاج درج حاج خلاص يا خلاص يا تعبت. دول بقى حالة مالناش دعوة بيها. واحد ومرات بص العربية عربية تمشي. تعالي بقى الصغير معانا تاني حد ده عشان الطريق. تعالي وصلت اهي يا جماعة.
كنت وحشاني قوي. كنت وحشاني. ايه رايك البيت من غيري؟ بيت فين البيت؟ فعلا والله مفيش بيت من غيرها والله. ها؟ والله ما في بيت من غيرها. لا والله بتدهدل من غيرها. مش حد يعمل لي شيء. شفت بقى؟ ايه ده؟ ايه لا منه بتعمل ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. عمره مقبوله يا رب وان شاء الله نتجمع كلنا السنه الجايه يا رب. الطريق يا جماعه يا جماعه الطريق. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله على السلامة. هلا هلا اتمنى اشوفك. يا صباح الفل. عايزه اقول لكم ان انا رايحه اجيب ماما من المطار النهارده. انتوا طبعا عارفين ان هي كانت في العمره. دعيت لكم كلكم. عايزه اقول لكم ان هي كانت بتتفرج على الفيديوهات وبتدعي لكم كلكم بتتفرج على الكومنتات وبتدعي لكم. فتعالوا بقى معايا وانا رايحه اجيبها من المطار. وحشتني قوي بقى لها 15 يوم ما شفتهاش. تعالوا يلا معايا بقى. عايزه اقول لكم الجو تلج. انا لابسه الطقم ده كده. مالكمش دعوه بالشراب. دايما الشراب بلبسه الوان غريبه كده. فتعالوا يلا معايا. نزلت اهو بقى رايحين لها في الطريق. تعالوا معايا. بصوا كمان قابلت مين القمر دوت. جبنا العربيه اهو يا جماعه ورايحين في الطريق. والواد ده خطيبي اهوت. هاي خطيبي. جماعه نزلنا من العربيه ووصلنا اهو ورايحين لها. بجد بجد وحشتني قوي. بصوا احنا عمالين ندور على صاله. المفروض يا اما صاله واحد يا اما صاله ثلاثه. فعمالين ندور بقى على صاله. وحشتني قوي قوي بجد. يا نهار ابيض جاي ليلك يا ماما. بص يا جماعه رايحه هناك اهو عشان اقف زي الناس اللي هناك دي. بصوا منتظرينها هنا يا جماعه. بجد وحشتني قوي. قاعدين كل ده مستنيين الشمس. الحمد لله اول واحده عرفت انها جايه. جاهزين ثلاثه. تقول لك ابو زيد اثنين. والله جايه ده. ايوه قدامك اهي. اثنين. ايوه هتظهر اهي هتظهر اهي. ايوه واحد. ابو زيد وحضرتك كده شوف اللحظه. عيني منه بتجري. ايه في اللحظه دي انا مستنيها من سنين. ايوه خلي بالك. ايوه ايوه هو علي دخل منين؟ ايوه الاحضان دي ترى جابت لي ميه زمزم. ده ما فيهاش فرامل. يلا اللي بعده. خلاص كفايه تاني. وانت كمان وحشتي. دعيت للناس اللي عندي كلهم. دعيت لهم كلهم كلهم. بس مستجب دعواتي يا رب. عمره مقبوله يا رب. بص الواد الممرمطين هناك ده. اهل السعوديه حلوين بقى قولي لي. لا جمال جمال بجد. يعني نقدم لهم تحيه هنا. اه والله والله العظيم ناس جدعه. ناس جدعه كويسه وفوق ما تتخيلي بجد فعلا. لان في ناس كتير قوي كانت عايزه تروح لك. ناس كتير قوي من السعوديه كلمتني. لا والله مامتك فين انا عايزه اروح لها. ناس كويسه وناس كرماء فوق ما تتخيلي. وناس محترمه قوي. طب والشركه بقى قولي لي مواصفات الشركه. ولا الشركه ما تروحي. لا لا الناس كويسه. ولسه كريم دلوقتي قافل معايا حالا. شركه محترمه. ناس محترمه وعلى طول كانوا بيتابعوني وعلى طول كانوا بيتصلوا بيا. وايه اللي مضايقك وكل حاجه. كل بجد حاجة. ناس محترمه لغايه فعلا. اخر حاجه وانا نازله فعلا. بجد فعلا ناس محترمه اهو. وشهاده ماما والله. انا ما رضيتش. ناس كتير قوي قالت لي قولي اسم الشركه قولي اسم الشركه. ما رضيتش اقول اسم الشركه غير ما ماما تيجي وهي اللي تقول الكلام بنفسها عشان انا ما اعرفش هما بيعملوها ازاي. ففعلا لما جيت لقيتها بيعملوها معامله كويسه جدا. يا جماعه ماما لسه جايه من السعوديه. انا عايزه اقول لكم ان ماما جايه من السعوديه وجايبه لي حاجه والله ما كنتش اتوقع ان هي تجيبها. جايبالي من البك. اوه سافرنا السعوديه. وايه عايزه اقول لكم انا كنت عايزه اسافر السعوديه مخصوص عشان اجربه. هي جابته لي بقى. انا بجد بجد نفسي اجربه من كتر الصياح اللي معمول عليه وهو احسن
مكان ومش عارفه ايه ده وايه ده. فيلا نجربه بقى، يلا نجربه. بصوا اللي انا عرفته منها ان الوجبه دي ب 20 ريال، يعني زي عندنا تقريبا، يعني ب 160 جنيه بالمصري زي عندنا. بص الوجبه دي معاها مش عارفه دي توميه ولا ايه، هنفتحها دلوقتي. انا مبسوطه قوي، همي على كرشي دايما يا جماعه، مع انها جايبه لي حاجات كتيره بس همي على كرشي. بصوا يا جماعه هي عباره عن العيش زي ما قلت لكم، ودي ايه ده منديل ما عشان معقم. وهنا بقى يلا بقى بنفتحها، يلا بقى نفتحها عشان ايه. اوه ده ضرب نار، ده يعني ده ضرب نار ومش هزار. تخيلوا دي لو سخنه بقى. استنوا بقى تعالوا يعني امسك كده. ازاي مش جايه من السعوديه سخنه؟ ازاي مش جايه من السعوديه سخنه؟ لا 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 انا هرجعها تاني. هنا دي التوميه، عايزه ادوق التوميه. طب تيجي نطلبها اوردر الاول كده، ندوق البطاطس. مش هتبقى حلوه عشان بارده صح؟ انت تدوق ايه؟ صح؟ طب خلاص هدوق الفراخ. انت خليك، انا شم ريحه التوميه، ريحه التوميه بتاعته حلوه. يلا بقى انا احط كده الفراخ كده. ماشي بصوا راحت. انا لسه كمان كمان كانت محتاجه تبقى بارده صح؟ ايوه سخنه. ايه؟ ريحه اكل السعوديه. تحس ان هو اكل سعوديه بقى. تعالى حاسه عادي اهو. يلا تعالى دوق انت محمد. يلا دو انا بسم الله. تعالى عشان انزل لك. تعالى بقي طيب راح ورا. يلا ها رايك ايه، نسافر السعوديه ناكله ولا ايه؟ التوميه جامده. انا ممكن اسافر اجيب كيلو توميه وارجع. لا حلو جدا، راح اطلب لي واحد. ها هو رقم السعوديه كام؟ انا بهدلت نفسي يا جماعه. جامد جامد. عايز اقول لكم جايبه لي حاجات تانية كثيره، فانتظروا بقى ايه حاجات تانية بقى وايه واجربها. استنوا اجرب الحاجات التانية. بص تعالوا بقى ندوق العيش بتاعهم. جرب عشان اجرب المنديل. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان العيش بتاعهم شكله حلو قوي، احلى من العيش بتاعنا. يعني بصوا بجد حاجه طريه كده وحلوه، طريه كلها هناك حلو. بصوا الطره كل طره. دوق بسرعه. يا طره طره فعلا. سيبني طره. طب ايه تدي له كام من 10؟ بسرعه 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 10 بس، كان محتاج يبقى سخن شويه. هديله 9.